يقول استاذن اهل العرف واللي لهم شور واستاذن اصحاب السمو والسعاده ابى اتكلم لكم في عده امور عسى كلامي لكم منه استفاد الشاعر قبل واليوم بصير دكتور واصف لكم وصفه مثبته الشهاده وصفه علاج مهم لكن ميسور ما يبغي الا شوي صبر وجلادها بشرح ووفيه في عده اسطور واذكر عقب شرح الثوابت سناده عسى يظهر في زمننا هذا نور اللي غدا باكثر بياضه سواده هذا الزمان اللي بهالخير موفور لكن فيه شوي هم ونكاده باسباب ملا في دراياه محظور لين ابتلش في نقص ولا زيادة خلاه وزنك كن في اطرافه كسور شباب بس الوزن سبة اجهاده الوزن ما يعطي عطى غير مثبور اكثر عطاه اللي عطاه استعاده الضغط والسكر وصل لاخر الدور ما فيه بيت الا تطعم قناده ودها وامر اللي بهالدم شختور لو صك عاد شفت عواده ناده لكن خذ قولي ما دام انت في الكور ومسيطر على نظام القياده قدام ما تصبع على مره مجبور واللي قبل تغليه تاخذ حياد هم العصير او صبح مع فجه النور اخذ لك ساعه جري بس بركاد هالجري في العالم بقى طب مشهور صار للشان فوق شانه العياده جرب وعقب التجربه صار له دور نتائجه باتت محله الاشاد هم الصلاه اما الصلاه لها بتنشيطك جذور مع كون هيك افضل وسيله عباده ركوعه وسجودها سعي مشكور والجهد فيها يوصلك للرياده ولك الحذره لا تجي فيها هامور احرص ترى لو زاد خطر ارتداد هالبطن شوم وجعنه قوله ماثور ودواك تقنينه شربه وزادها العبدينها مثل ما هو مامور واللي يسيطر فيه قوة الإرادة البطن شوم وجعنه قول ماثور واللي يسيطر فيه قوة الإرادة والجسم غصن وكل ما حوله زهور لو ما رعيته لا تباطع نفاده تمت عسى ما قلت يضيء لكم نور ونعيش دنيانا بخير وسعادة صح سعادة والله إنك دكتور شوف الجسم غصن